ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه مع لاميا. اتفضلي يا لاميا. شكرا ليكي منا، برحب بكم مشاهدينا مره ثانيه واهلا بكم موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ مع منتخب مصر بقيادة فيتوريا اللي هيخوض أول مران له يوم 9 يناير الجاي قبل السفر لكوت ديفوار، وهينطلق معسكر منتخب مصر بكرة 2 يناير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، وهيقام المعسكر في العاصمة الإدارية الجديدة. محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك خاض تدريبات خاصه في صاله الجيمنازيوم بمقر النادي على هامش مران امبارح، واللي اقيم على ملعب النادي، وادى شيكابالا تدريبات تاهيليه خاصه بسبب شكواه من اجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركه قائد الفريق في التدريبات الجماعيه. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اختتم استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية في الساعة 4 عصر النهاردة في إطار منافسات الجولة 11 لدوري المصري، وأدى فريق الاتحاد السكندري تدريبه الأخير واللي ركز فيه طارق العشري المدير الفني على خطة لعب الفريق أمام فريق الداخلية. أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك اللي اعتذروا عن المشاركة في البطولة، وضمت المجموعة الأولى فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة. المجموعة الثانية ضمت بيراميدز وفاركو وطلائع الجيش وزاد اف سي، والمجموعة الثالثة ضمت سيراميكا وانبي والإسماعيلية والداخلية، وأخيرا المجموعة الرابعة جاء على رأسها المصري البورسعيدي، وكمان وضعت المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة. انتظم الدولي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي في تدريبات منتخب بلاده مالي بعد الوصول لمعسكر الفريق والمقام استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها يوم 13 في شهر يناير 2024 واللي هتخلص في 11 فبراير. وبيقع منتخب مالي ضمن المجموعة الخامسة اللي بتضم منتخبات جنوب أفريقيا نامبيا وتونس، وهيلعب مع غينيا بيساو يوم السبت المقبل في مباراة ودية، ويبدأ منتخب مالي بطولة أمم أفريقيا لمواجهة جنوب أفريقيا يوم 16 يناير قبل ما يلتقي منتخب تونس يوم 20 في نفس الشهر، وبيختتم دور المجموعات بمواجهة نامبيا يوم 24 يناير. نادي توتنهام حقق الفوز على حساب بورنموث بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. بالنتيجة دي تواجد فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما جاء فريق بورنموث في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة. كمان فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني خسر أمام فولم بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع الأرسنال للمركز الرابع برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما فولم في المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة. نادي ليفربول أعلن عبر موقعه الرسمي عودة اللاعب البرتغالي فابيو كارفاليو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 شهور من نهاية فترة قرعته مع لايبزيج بالدوري الألماني، ومن المتوقع أن يزيد من خيارات المدرب الألماني يورجن كلوب الهجومية خاصة أثناء فترة غياب محمد صلاح اللي بتبدأ يوم 2 يناير وهتستمر لحد 11 فبراير اللي جاي إذا وصل منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا 2023. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نروح لمنا ومحمد نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمي.